شوفي كيف حالة هالولد، الله عاقبك فيه. بعد ما رحت انقهرت منك كتير ودعيت وغضبت عليكي، بس للأسف ما كنت بعرف انه دعوتي رح تنفذ بهالولد المسكين. يعني انت سببه لأنه عنده هيك أم. طلعي شوفي كيف حالته. بدي أسألك سؤال، ذنب هالولد المسكين برعبة مين رح يتعلق؟ نلعي روحي من هالبيت لأنه مالك محل عنا، وما بيهمني لوين رح تنقلعي، بس هالبيت ما بترجعي له مرة تانية. أنوار الله يخليك ما تجرحها هاي بنتك. سدي بوزك وادخلي. يلا أمينة امشي تحركي. انت خطفتها مني واخدتها، خليك رجال وحافظ عليها. المرأة ما لها محل هون، وبوابنا كلها مسكرة بوشها، لا بتحضر لنا فرح ولا بتحضر لنا جنازة حتى. خدها ونقلع انت وياها. أنور الله يوفقك لا تعمل هيك. يلا طلعي معي بالسيارة. يلا عاصم لا تخافي يا روحي، ما في شي بيخوف، أنا معك. يلا خلينا نطلع، يلا امشي.